إذا أعزائي المتابعين قناة ليظهر تي في أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متواجدين اليوم بحديقة تسلية بسطيف، مدينة سطيف، حتى نرقب لكم الأجواء العائلية اللي راهي تعيشها العائلات اليوم هنا في سطيف وكامل في كامل موسم الصيف. الأخ الكريم كيف الاسم؟ عادل. عادل، قد عندك تخدم لهنا في حديقة تسلية؟ من 97. الله يبارك. 26 سنة. الله يبارك. احكي لنا شوية على الأجواء العائلية اللي راهي هنا. فيما يخص واش؟ من كل النواحي. هاك تشوف أجواء عائلية مليحة، الأمن تسمى كاين، الماكلة هاي نظيفة قدامكم. أيوا. واش الآخر؟ من ناحية المرافق، من ناحية الأمن، من ناحية النظافة، من ناحية الاستقطاب، أسكو يعني كاين العائلات، كاين يعني الحضور، يعني الحضور راه قوي. الحضور كما راك تشوف قوي ومسطرحين، يعني كي يجيو ثاني يوكل يقول لك تبارك الله، يفتح حواس تعجبهم. ما كانش يعني شكاوي هكذا تقدم؟ ما كانش شكاوي لينا احنا. ساعة يكونوا شباب هكذا طائش صغار ديروا شوي مشاكل، بصح فارية يعني ماهيش تتم السيطرة عليهم، يعني تتم السيطرة عليهم من طرف الشرطة والله أعوان الأمن. ما كاين جو عائلي بامتياز؟ بامتياز الله يبارك. انتوما ما عندكمش هكذا عراقيل في الخدمة؟ ما عندناش مشاكل. عندنا شوية نقول مشكل مياه، عندنا مشكل مياه هنا في الحديقة ومشاكل شوية النظافة. واش راكم تخدموا لهنا؟ احكي لي واش راك تخدموا. كيما انا ميتي تاعي بوراك بريك على النبي. بريك على النبي، لي زانغريديون هاك تشوف فيهم. المحاجب عندكم اكل خفيف. كاين لي كراب. دوك تبريباري لنا بوراكا على المباشر. وي دوك نبريباري. ايه تفضل مع الكاميرا. محمد. سمي لي واش راك دير دوكا، كل حاجه ديرها سميها لي. تاع الدار ماهيش تاع فابريكا. أيوة. سما هي المليحه خير من الاخرى. مخدومه في الدار هذه؟ مخدومه في الدار. أيوة. هذه بطاطا مغليه مع الملح. أيوة. وشوي ثوم. أيوة. الطيب في الماء وحده. أيوة. كي الطيب نبداو بها. المعلم راه يقول لك ما تمدش لا روشيل يسرقوها انا، لكن انا نقول له تبان لي نمدوها قد نمدوها قد والفارق راه في لامان. الماكله تجي من القلب. أيوة. كي تحب الميتي تاعك راه في لامان. في لامان. يعطيك الصحه. تفضل. هادو توابل، كمون وفلفل الكحل، هذه بصله مع عدنوس، هذا فلفل وزيتون، زيتون اخضر، وهذه شاورما دجاج شاورما بيضة، ونديرو فوقها الفرماج ونطبقوها هكذا مباشرة إلى المقلاة. إلى المقلاة. جيتوا اليوم راكم في حديقة التسلية اون فامي؟ ايه برسك خطرة خطرتين في السمانة توجور مع العشية هكذا. تنفسوا لهنا في حديقة التسلية، كيف لقيتوا الأجواء لهنا؟ والله الحمد لله ساعدنا الحال، طورت الحالة بارابور العوام اللي فاتوا، زادوا حوايج زايدين هكذا، ساعدونا حوايج هكذا، باركينغ كاين كيما تاع باركينغ تاع المول، الحمد لله. تسمى تلقى راحتك. من ناحية المرافق، من ناحية الجو العائلي، من ناحية الأمن، من ناحية النظافة. الله يرحمه ربي، هم لابوليس هم قارين هنا، الأمن كاين، النظافة كاينة، سطيف توجور نظيف. سطيف كيما قلنا توجور نظيف، الحمد لله المرافق كاينين، لي جو تاع الأولاد كاينين، لي زيسباس فير وين تقعد، لا رحمة ربي الحمد لله. بيبيشا واسمك؟ اسمي إيلين. إيلين الله يبارك، قد في عمرك إيلين؟ بشوم. قد إيه؟ بشوم. قولوا أربعة. أربع سنوات. بابا سنوات. مالفا تجي مع باباك لهنا؟ عجبك الحال؟ فين لعبتي اليوم؟ فين لعبتي؟ دنقي فيا، فين لعبتي اليوم؟ هنا وهنا. قولوا موطو. عجبك الحال اليوم لهنا في سطيف؟ قول عجبني. عجبك الحال هنا في سطيف؟ إيلين؟ عجبني. قولهم يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. قولوا له معك. رانا اليوم في حديقة التسلية هنا متواجدين في سطيف، أعطيني الاسم الكريم كيفاه؟ مرحبا بكم أول شيء، الاسم الكريم قارة ياسين، مدعو المهرج باندو. اسم الفني باندو. باندو نعم.
حكينا شويه على الاجواء كيف راهي اليوم في حديقه التسليه وقبل قد عندك في حديقه التسليه اليوم من اللي بدا موسم الاصطياف انا لهنا في حديقه التسليه قوم بعروض بهلوانيه لان الاولاد نشاطات تربويه للاطفال ثاني هادفه وما نقدر معاهم الماكياج الحمد لله يعني الجو عائلي بامتياز كيف راهي الاجواء لهنا اجواء عائليه بامتياز اجواء فالناس فرحانه الناس عاجبها الحال يجيو يقصروا عندنا لهنا ويعاودوا يوليو تسمى العائلات ولينا شغل عائله فريده لله يعني حديقه التسليه لهنا راهي تستقطب من داخل وخارج الولايه من داخل وخارج الولايه وخارج الوطن حتى شفت لهنا عندنا شناوي يجيو لهنا مش الصين يجيو هنا كل جمعه يريحوا عندنا كاين ثاني من الانجليز كاين من فرنسا كل لهنا وتلقاو تفاعل يعني الله يبارك مع الاولاد والله غير تفاعل رائع على العائلات شفت مع رونا ماماكم حضرتوا المقتطف من انيماسيون هذا انيماسيون راك شفتوا الاولاد كيف راهم كل يوم هكذا يوميا يوميا نلعبوا معاهم غراتويتمون نخدموا لهم ماكياج كيما راك تشوف هكذا ناس فرحانه وحنا فرحانين وكاع كاميرا انا فرحانين بالبيع اعطينا كلمه للناس اللي راهي تبع فينا واش راح نقول للناس تبع فينا اللي حاب يجي عندنا لهنا مرحبا به في خاصه هنا في بيتزيريا اوبيا مرحبا بكم نشاطات تربويه للاطفال راهي غراتوي اللي يجي حاب يفرع ولادو يجي يشطحهم غراتويتمون اللي حاب يجي عندنا ثاني ماكياج رانا ندير مبلغ رمزي برك نقصرو به ومرحبا بكل العائلات من داخل وخارج الوطن اللي مازالوا ما جاوش يجيو يزورونا ان شاء الله مرحبا بكم سبيشاليتي محاجب 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 في في الوعر واش راك مبريباري له؟ لاصوص فيها كلش لي زيبيس البصله طماطم فلفل معدنوس انا الزيت انا لاكريا مطعمه شويه طون جياج شويه فيون ضاشي ما نكذبش عليك انا نعطيك قد ما نقول لك لا في طون ما نخلط لك ما والو شويه فيون ضاشي برك ما تجي خفيف بيان سير با تمد البنه هيا بسطايفيه قالوا سطايفيه روح لنا في وحده على المباشر تحير مع الكاميرا والله فات منها هاي فات دقيق أنا. دقيق وحده دقيق القطيان اللي يعرفوا اسمه القطيان هاي لا هيا روح لنا في وحده على المباشر بيان سير خويا دير شويه زيت هكذا سهله مهله خويا قدم لي شويه برك اعطيني تيسع بيان سير دير لي ليستيا برك لا بات فرمسه خويا فرمسه كثروا لاصوص هنا طعامكم ترعاه ايد امين يعطيك الصحه يا اخي هاك تشوف كلش بعينك غافا سلعه كلش جديد كلش كلش جديد هاي خويا هاي حبه الحجب تاعنا بريا بريا مسطره تربح في الامان شيء طيب شيء طيب نقولوها بعد ما طيب اصبر الطيب بالذوق وقول لي